أهلا بيكم أصدقائي، النهاردة هنشرح مع بعض درس الأعداد 4 و5 و6. هنعرف يعني إيه 4 و5 و6؟ تعالوا نشوف مع بعض الدرس الحلو ده. هنا شايفين قدامنا إيه؟ شايفين كور. يا ترى الكور دي قد إيه؟ تعالوا نعد مع بعض، 1 2 3. طب إيه اللي بعد 3؟ بعد 3 في رقم جديد اسمه 4، والأربعة ده بيتكتب كده 2 ولازقة فيها 2، يبقى 1 2 3 رقم جديد 4. عندنا ايه بقى هنا؟ تعالوا نعد مع بعض نشوف كام كورة دول. ادي 1 2 و3 و4. ايه بقى ده؟ ده رقم 5. 5 بيكتب ازاي؟ دورية كده، الناس الدورية، هو ده رقم 5. يبقى 1 2 3 4 5. هنا بقى شايفين يبقى 1 2 3 4 5، ها 6، الرقم الجديد اسمه 6، هو ده رقم 6 الجديد. تعالوا مع بعض نشوف السؤال ده بيقولنا ايه. بيقولنا نكتب الارقام. احنا اول نعد القوى ونشوف عندنا ده رقم ايه. نعد القوى مع بعض، 1 2 3، ها 4 5، يبقى ده رقم 5. 5 كانت بتكتب ازاي؟ ايوه بنرسم دورية، هو ده رقم 5. شاطرين. تعالوا مع بعض نشوف عدد الكور دي كام. نعد مع بعض، ادي 1 2 3 4 5 6، توم 6 كور. يكتبوا ازاي؟ نكتب رقم 1 ونعمل شرطة ناحية الشمال. رقم 6 بيكتب 1 وشرطة ناحية الشمال من فوق. نعد تاني، 1 2 3 4 5 6. هنا بقى الرقم ده ايه؟ نعد مع بعض ونعرف، 1 2 3 4، دول 4 كور. نكتب ازاي رقم 4؟ نعمل 2 و2 من تحت، فهو ده شكل رقم 4. عشرين. في سؤال تاني بيقولنا ايه؟ ارسم الكور. يعني شوف احنا ده رقم ايه ونرسم كور على قد الرقم. اول رقم معانا ده ايه يا اصحابي؟ اللي هو 2 وجنبيها 2 برضو زيها. شاطرين، ده رقم 4، يبقى نرسم 4 كور. طب ده رقم كام اللي هو عامل زي الدوائر الكبيرة؟ ده رقم 5 زي ما انتم قلتوا. شاطرين. ادي 1 2 3 4، والكور رقم 5. اخر حاجة معانا، يا ترى ده رقم ايه؟ احنا لسه واخدين ان ده رقم ايه؟ رقم 6. 6 ده بنعمل كور على قد رقم 6. ادي رقم 1 2 3 4 5 6. وبعد ما خلصنا الدرس ناخد مراجعة عليه عشان نفتكره وما ننساهوش ابدا. خدنا اول رقم ايه الدرس الجديد ده؟ كان عندنا رقم جديد اللي هو 4. طب نعرف ازاي 1 2 3 4؟ الرقم ده اللي بعد رقم 3 وبيتكتب كده 2 وتحتيها 2. تاني رقم كان ايه؟ كان ايه؟ صح، كان رقم 5. خدنا رقم 5 اللي هو بعد رقم 4. نعد مع بعض، 1 2 3 4، والرقم الجديد 5 وبيتكتب كده دورية كبيرة. وكان عندنا رقم ايه تاني؟ كان عندنا رقم 6. 6 ده بيكتب ازاي؟ نعمل رقم 1 وشرطة كده ونعد مع بعض، 1 2 3 4 5، وايه تاني؟ 6. شاطرين. يبقى الأرقام اللي خدناها 4 و5 و6، اوعوا تنسوهم. دي بقى أسئلة عشان نراجع مع بعض. بيقول لنا اكتب الرقم. احنا عندنا، احنا خدنا رقم ده ايه؟ نعد مع بعض ونعرف، 1 2 3 4 5، ها 6، ده رقم 6. كان بيكتب ازاي عشان ما ينساش؟ 1 وخط كده، ده رقم 6.
وعندنا بقى دول كام كورة؟ نعد مع بعض، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، دول 4 كور، 2 و2، وده رقم كام؟ نعد الكور ونعرف، ادي 1 2 3 4 5، دول 5 كور، 5 تكتب ازاي؟ دورية كبيرة.